أولا نيابة عني وعن الشركة وعن وكيل الشرق الأوسط، بنتقدم بواجب العزاء لجلالة السلطان قابوس رحمه الله، وحرصا منا على نقل المعرفة، نحكي عنها دائما وابدا، هي ترانسفير نوليدج. الحمد لله رب العالمين، قدرنا انه نجيب الخبراء المتخصصين من شركة بومبت من سلوفينيا من اليونان، حتى ننقل اخر ما توصل اليه العلم الحديث في علم الاطفاء. والحمد لله رب العالمين، امبارح كان لنا تجربة ناجحة مع الدفاع المدني، والحمد لله وصلنا الرسالة ووصلنا المسج لهذا الموضوع. بنرحب طبعا معانا في وكيل الشرق الاوسط لشركة بومبت الاخ قاسم، وراح الان يعطينا فل انفورميشن اباوت، يعني راح يعطينا معلومات كافية عن المنتجات اللي موجودة، وكل المنتجات اللي انتم شايفينها هون كلها رايحين نطبقها عملي من from A to Z. واي سؤال، اي سؤال، حتى احنا نحقق الهدف من هذا الموضوع اللي هي عملية نقل المعرفة من اوروبا او من دول اخرى الى سلطنة عمان، احنا رايحين نفتح باب الاسئلة للجميع، وان شاء الله تعالى نوصل مع بعض للمرحلة اللي احنا حابين نوصلها لكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول اشي شكرا على حسن الاستضافة، شكرا للفرصة هاي اللي حكيتولنا اياها مشان نقدر ننقل المعلومات هاي زي ما حكى اخونا محمد. بعد المقدم الجميل المهندس سعيد، يعني ما ضلش حكي كثير، بس شوية شغلات تقنية يعني ان شاء الله نشرحها. زي ما الاخوان جميعا بيعرفوا، في انواع طفايات كثير في السوق،